تبي تصلون نوري عرافي يا ولد عمك ليش راقد خلاص واحد ممثل عقاب 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 ايش تقول على ابو فهد عقاب عقاب هباس قل من أين أبدأ من أين أنتهي عطوه باصين اللي قناه أنك أنت ممثل عندك لغة هندية ومصرية وسودانية فلها أخو شمة قام يرقد على البث يطلع يهرب خصم 15,000 قلب الحصانة بعدين سبحان الله واثق الرجال بعدين سبحان الله أنا لاحظ في هباس ينام ترى عادي البث ينام يصحى الساعة 6 تلقاه صاحي ومغط يصحى من المزروع هذه طبيعة راعي التهريب هذا اللي يقوم الساعة 6 يرقد في البث شكل تراه يطلع يتمشى قلت أتحدى امنعوا من الحصانة المادية امنعوا من الحصانة المادية يطلع يغادر يشيل شنطته هباس لكن هباس وش هباس يخطي ويخصم عليه ياخذه بالحصانة المادية لا قال ممثل لا لا وقال ممثل ابو سويد نقطة بس كم ايام اسبوع 7 ايام نوم يوم السبت حصانة مادية هباس ايش اشكرك من دعامني اشكر جمهوري اشكر زي كذا يرجع ينام فجر الاحد بعدين كيف تسمون انها ممثل وما دخل نجم مسرح فعلا ممثل وين فعلا نجم مسرح يمثل على كيس الوداع فهد المخده اللي هم لبس لها ذوب تمثل وش تمثل يا عباس اي حلا بالفكره يا عباس انت لك 70 يوم الربع سحبوا قروب اصلا ما نجم المسرح تمغط لا اصلا ابو حسين تدري انها قلت المحتويات كلها وراح مساك لها مخده ولبسها بلبس ولد وقام يمشي فيها على يبي يعيش قصه معها القصه يعيشها 20 يعيشها يومين 60 يوم نايم القصه عشها لا طلعت من سكريبت روح عشها برضه تدري ايش صدق عفار صدق تقول انت انه يرقد ويعتمد على الحصاله الماليه انا اتمنى من الاداره تحرمه هذا الاسبوع من الحصاله الماليه وشو وشو تشوف كذا تشوف 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 بس بتخسرونا لا لا ما خسره بنشوف احنا بيطلع لا نعطيهم اليوم وشو اليوم الاثنين الاثنين ثلث ربع خميس جمعه اربع ايام طيب يمديه ذكرتوني ذكرت الى البرايم ذكرتوني البرايم والحصاله